بمختلف المنتجات الفلاحية، رغم ذلك لازالت الفلاحة الصحراوية تعتمد على الطرق البدائية. التفاصيل في تقرير عاصم بخاري وعادل غد. بعدما كانت الصحراء منبع آبار النفط، ها هي اليوم تثبت مدى نجاعتها في قطاع الزراعة، أين أصبح الإنتاج الصحراوي يقارب نسبة 40% من الإنتاج الوطني رغم غياب أبسط الإمكانيات. إنتاج الفلاحة الصحراوية فارض نفسه في السوق. الحمد لله أنه الإنتاج هذا تجلى من خلال زراعة الاستراتيجية القمح والأعلاف، وأيضا الخضروات المبكرة والفواكه المبكرة. أقطاب الإنتاج المشهورة في الفلاحة الصحراوية: قطب واد سوف، قطب بسكرة، قطب المنيعة، قطب أضرار، قطب عين صالح، قطب ورقلة. كل هذه الأقطاب تحتاج الآن إلى دفعة جديدة من خلال الإقلاع الاقتصادي. هي فرضت نفسها رغم الصعوبات، رغم البيروقراطية، رغم المشاكل، رغم كل هذا الشيء، لكن تحتاج إلى نفس جديد. الارتكاز على الفلاحة الصحراوية في تحقيق الاكتفاء الذاتي والخروج من التبعية النفطية سياسة تسعى الحكومة الجديدة نحو تجسيدها، إلا أن ذلك يتطلب المرافقة الدائمة للفلاح وإماطة العراقيل المادية والإدارية. كل الفلاح يقدر ينتج كل حاجة نقدر ننتجها، ونقدر نساهم في اقتصاد الوطن، يعني بكم يعني نقدر نشمروا على يدينا وما نحتاجوش للبترول. نحتاج الطريق، تهيئة الطرقات، والكهرباء، الكهرباء الفلاحية، والدعم التقني، يعني ليزانجينيور واش يسموه المهندسين، باش يعني كاين وين تجيك في موسم فلاحي تجيك شامبينيون ما تقدرش تعرفه نتايا. تطوير الفلاحة الصحراوية لأجهزة السير الاقتصادي الأخضر سياسة تتطلب العمل الميداني الذي لا زال الفلاح ينتظر تجسيده على أرض الواقع. إذن الفلاح